السلام عليكم، بنرحب فيكم في مادة السمارت جريد. الأسبوع هذا حنتكلم على شغلتين. الشغلة الأولى حنتكلم على الباور فلو أناليسيس، وهذه زي مقدمة للي بدنا نحكيه في الأسبوع. يعني هذه هي الباك جراوند للأبتمر باور فلو. فلما نتكلم على الحاجات اللي حنتكلم عليها هان في هذا الأسبوع، حنتكلم على الانرجي مانجمنت سيستم، حنتكلم على الاتيريتيف سوليوشن ميثود، حنتكلم على الباور فلو كالكوليشن، حنتكلم على الجاوس سيدلز ميثود ونيوتنز ميثود والفاريشن تبعاتهم زي الفاست ديكابل باور فلو والدي سي باور فلو. طب ايش حتتعلم خلال هذا الاسبوع؟ Describe the working principle of the main components of interconnected large scale sustainable power system. يعني لما تشوف power system بدك تعرف كيف تعمل، ايش المين برينسيبلز للكومبوننت وطريقه توصيلهم من بعض. Analyze power system steady state performance based on numerical analysis. Define solution for power system operational problems in steady state regime. عادة المساق اللي زي هيك او هذه الجزئية بتتعلق بشكل اساسي في حاجة في الرياضيات بنسميها numerical analysis، وهذا كمساق احيانا يدرس وبياخدوه طلاب المدني والصناعية حاليا. يعني هو مساق موجود عندنا بالهندسة اسمه numerical analysis، بعلمهم كيف يعملوا الحسابات numerical في هذا السيستم. هو based on iterative techniques. طيب اول حاجة حنتكلم على الـ energy management system. نيجي نطلع الباور دايجرام عندي بتكون من باصز، من لاينز، من ترانسفورمرز اللاين اللي عندي زي هيك، من جنريتورز زي الموجودين هان، ترانسفورمرز زي الموجودين هان، واللود زي الموجودات هان في هذا الشكل. فهذا بشكل اساسي اللي بنتكلم عنه في اي باور سيستم. الان الاوبريتنج ستيت اوف باور سيستم ممكن تكون النورمال كونديشنز. في النورمال كونديشن اوبريشنز ويد ان الاود ليميت لو فيرنابيليتي تو ديستربنس. يعني احنا بنشتغل تحت ظروف طبيعيه في تحت الريجوليشن المطلوب. طبعا هذا بيبقى في، يعني لو صار اي disturbances السيستم بيقدر يتحملها. الان المود اللي بعده بيجي الالرت. الالرت يعني ايش؟ انه في وضع، في خطر، في نقص هنا بس مش كبير. operation within allowed limits يعني ما زالت تحت المسموح فيه، يعني يمكن شوية. high vulnerability to disturbances. الآن لا disturbances في عندي صار معرضة بشكل كبير لا تتأثر بالdisturbances. possible transition to the extremist state يعني في احتمال انها تروح للمراحل اللاحقة. prevention actions عشان نغير فيها. generation redispatch could bring the system back to normal state. لما نعمل redispatching لجنريشن يعني بنضيف مولدات اخرى او بنزود القدرة الانتاجية، بصير ايش؟ بنرجع السيستم للحالة الطبيعية. الان الامرجنسي الطوارئ caused by sufficiently severe disturbance. صار عندي disturbance كبيرة. technical limits are violated. يعني مثلا الفولتج والباور limits والفريكوانسي limits صار عليهم violation. السيستم is still intact يعني السيستم لساته شغال ما صار له شيء اي turning off. restoration back to alert state by emergency control actions زي fault clearing و load shedding. يعني هذه الآن عشان ترجع للمرحلة اللي قبلها، مرحلة الالرت، بدي نشغل الامرجنسي كنترول اكشن. من ضمنها مثلا فصل بعض الأحمال، من ضمنها تنظيف الفولت اللي حصل من قبل.
الان اكستريمس اللي هي الستيج اللي بعد الامرجنسي control actions taken to reconnect all facilities and the affected loads. يعني بدك هاي تسوي transition to either the normal state or alert state depending on the condition. يعني هذه صار الوضع خطير وفصل فصلت بعض الأحمال وبعض المواقع، فهنا بدك ترجع عودتها للنظام او توصيلها مع النظام، فهذا بدك كنترول اكشن لهذه المرحله. الان الريستوراتيف ستيج اللي هي عندي هاد كاسكيدنج اوتجز اند بوسيبلي اوف ميجر ديسربشن. كنترول اكشنز بدي تاخذ لود شيدنج كنترول سيبريشن could save much of the system from a possible blackout. يعني هاد صار عندي فصل لبعض المناطق، وهذا الفصل صار متتابع يعني في هذا المجال. والكنترول اكشن الحقيقي بدك تعمل load shedding وكنترول separation، يعني بدك الفصل هذا بدك تفصل تتحكم في الفصل وتعمل شيدنج للود، يعني إزالة هذه اللود الأحمال الموجودة. هاي التوصيلات اللي جاية من بعض، يعني من النورمال ممكن تروح لألرت، من الألرت ممكن ترجع للنورمال. الإمرجنسي هاي الوصلة مع الألرت بتروح، يعني بتصير تبادل بين هذه المراحل. الآن الألرت ممكن توصل للإكستريمس لو ما صارش لها علاج، والإمرجنسي بتوصل للإكستريمس. الإكستريمس بتروح على إيش؟ على الريستوراتيف ممكن ترجعني للألرت وممكن ترجعني للنورمال لو اتخذ الرايت كنترول أكشن. الان الانرجي مانجمنت سيستم ايش المكونات تبعاته؟ عندي باور سيستم، في عندي ميجرمنت، وفي عندي كنترول، في عندي سكادا اللي هو سوبرفايزر كنترول اند داتا اكويزيشن سيستم، في عندي داتابيس. الداتابيس هذه بنعمل من خلالها استيميشن لوضع الستيت، وبصير تبادل معلومات بينها وبين السكادا سيستم. الان في تريننج سيميوليتر، هذا اللي بتحكم بالاحداث الموجوده عندي، وهذا الانرجي مانجمنت سيستم اللي انا فيه. اللي عندي النتورك الموجود فيه عندي حاجتين بدي احافظ عليهم، ايش هي؟ الريجوليتد فولتج والريجوليتد فريكوانسي. الكنترول لما فيه انا كل شيء طبيعي ما فيش اي مشكله، هذا التريننج سيميوليتر بفحص الستيت وبعطيني ايش هذا. الان لو في مشكله بصير بدنا اكشن، الاكشن بيجي من خلال مين؟ الكنترول سيستم الموجود عندي. الستيت استيميشن طبعا هذه من الشغلات اللي انت دائما بدك تطلع عليها للمستقبل، لازم تعمل بريدكشن للستيت. ديفاينز ذا اوبريشن ستيت اوف ذا باور سيستم بيست اون افيلبل ميجرمنت اند توبولوجي انفورميشن. طبعا هذه ايش المشكله اللي عندي؟ في مشكلتين هان، اللاك اوف ميجرمنت اوبزرفابيلتي والميجرمنت ايرور باد داتا. يعني احيانا عندنا ايش هان بتحصل، ليش المشاكل اللي بتحصل هان في الستيت استيميتر؟ انا في الستيت استيميشن السيستم لازم يكون عندي اوبزرفابل، يعني انا بقدر اعمل قياسات لجميع الستيتس تبعت السيستم. لو في عندي اي مشكله في الميجرمنت تبعت الستيتس، معناته انا بدي ابني استيميتر، والاستيميتر هذا بده يكون يقيس لي هذه الستيت او يعمل بريدكشن لهذه الستيت. احيانا القراءات بتصلني فيها ايرور، انا قاعد بعمل لها ترانسميشن عبر كوميونيكيشن نتورك، احيانا كوميونيكيشن نتورك بتتعرض لديستربنسز، الديستربنس هذا بتاثر على القراءات الموجوده عندي، فبتصير في المشاكل هاي. في هذه الحالات بدي اعمل استيميشن للموجود. ستيب كونسيرنينج ابلكيشن ان ا كنترول سنتر، ايش بدي اعمل؟ فلتر فولتج اند كورنت ميجرمنت، بدي نعملهم فلترنج بحيث اتخلص من الايرور. ران ا باور فلو تو ديتيرمن اول نودال كوانتيتيز، هذا في البرنامج تبع الباور فلو بدي اعمل له
رانينج واشوف ايش الكوانتيتي النود الكوانتيتيز اللي طلعت عندي، هل هي مظبوطه مش مظبوطه، او بتقول لي القراءات اللي عندي. ديتيرمن انون لاين كورنت، احيانا في بعض المناطق بصل ما صلنيش فيها كورنت، فهذا بدي اعرف قديش الموجود عندي. برفورم اذر اناليسز اكزامبل ان وان كونتينجنسي اوبتيمال باور فلو generation redispatch etc الموجود عندي. هاي هي calculate the state of the power system، يعني هذا بدها تقول لي ايش الستيت تبعت الباور سيستم في كل عند كل عند المناطق اللي انا بدي اياها. هاي بنفرجيكم كمان شوي كيف الموجودات عندي. الباور فلو كالكوليشن، الباور فلو كالكوليشن از ان اتيريتيف بروسيجر. شايف هاي لما قلت بدنا نوميريكال اناليسيس، النوميريكال اناليسيس اتس ان اتيريتيف بروسيجر اللي بتصير هي فور ديتيرمينيشن اوف ذا باور فلو اكتيف اند ري اكتيف باور ثرو اوت ذا انتاير نتورك يوزنج انفورميشن افيلبل اباوت الانفورميشن. بدهم يكون اباوت ايش؟ نودال باور انجكشن البي والكيو، الفولتجز، الماجنتيود وال انجل اللي عندي، السيستم توبولوجي، الانتر كونكشن اوف كومبوننتس انكلودنج بارامتر such as reactances and the term power flow and load flow both stand for the same analysis. في الزمانات كانت الكتب تستخدم بدل كلمة الباور فلو لود فلو. الباور ات فلوز بس اللود ثابت، عشان هيك في الكتب الحديثة تم الاستغناء عن كلمة اللود فلو بكلمة الباور فلو. هنا بنلاحظ هاي شقة الانبوت للباور فلو كالكوليشن. الانبوت عندي النتورك توبولوجي، النتورك بارامترز، والنود انفورميشن، هدول باخذهم في الانبوت. الان الاوتبوت ايش بيطلع عندي؟ زي النود فولتجز، البرانش كورنت، البرانش باورز، الباور لوسز، جنريتورز رياكتيف باور، وسلاك نود باور. هذول كلهم الاوتبوت للباور فلو كالكوليشن. الباور فلو كالكوليشن ابلكيشن ممكن نستخدمها في ايش؟ في ستيت استيميشن، باور سيستم اناليسيس، الفيزابيليتي اوف باور ديسباتش، والكونتينجنسي ميجرمنت اللي عندي. وهذا مثال يعني بس نفرجيك كيف السيستم، وحنجي له لاحقا في هذا. السكند الحين بناخذ بريك ونتكلم بعدين على الايتريتيف سوليوشن ميثود. يعطيكم العافيه.